كنا على وشك الإعلان عن وجود وباء. أصبح عندنا أكثر من حوالي 50 طفل بيغسلوا كلى كل يوم. مية زي الخالق ما فيش، عيش زي الخالق ما فيش. عندي محمود أخويا كان ريس معروف، صحته كانت أحسن مني. عمر من الحرب الجلد كله يرتفع. بيجينا الطفل بحالة من الإسهال والجفاف الشديد جدا وبالكاد نلحق الطفل. عيش مصاري عبده ما يحل، من وين بدي يجي المصاري وانت مسكر علي البحر؟ من وين بدي يجي وانت بتطخ علي؟ غزة كلها عايش على ماكينات زيها زي المرضى. ماشي.